للحديث عن أسباب تدهور القوى الشرائية للدينار العراقي واستفحال الأزمة الاقتصادية تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. دكتورة هدى مرحبا بكم. يعني أنعام الخزاعي تقول أن موضوع خفض قيمة الدينار يزيد الوضع الاقتصادي حرجا ويولد موجات تضخمية تسحق الطبقات محدودة الدخل، كيف يمكن تفسير هذا التصريح دكتورة؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ محمد وعلى السادة المشاهدين. يعني في الحقيقة يعني يجب أن ننظر إلى الموضوع بالشكل التالي. نحن يعني في كل البلدان، ونتكلم الآن عن العراق، لدينا سياسة مالية وسياسة نقدية، وهاتين السياستين يجب أن تتوائمان مع بعضهما البعض عند التطبيق، أي بمعنى أن لا تتخذ إحدى منه أحد من هذه السياسات كالسياسات المالية اللي تتخذها مثلا وزارة المالية، أن لا تتخذ سياسة توسعية أو بالعكس سياسة انكماشية، وكذلك بالنسبة للبنك المركزي أن لا يتخذ سياسة انكماشية وبالمقابل هنالك سياسة توسعية، أي يجب أن تكون السياسة موحدة، أما أن تكون توسعية إذا كان حال البلد جيد، وأما أن تكون انكماشية. أما أن تكون بين هذا وذاك هو هذا الذي أوقعنا الآن في هذه المشكلة. وبالتالي كما ذكرتم في تقريركم أن المغزى من هذه التخفيض يعني لم يتضح في الوقت الحاضر، وأضيف عليه سوف لن يتضح أيضا على المدى البعيد. قد أشار بعض الاقتصاديين بهذا المجال أنه سيتم يعني هنالك استيضاحات في المستقبل وبالتالي ستكون هنالك نتائج لا بأس بها. لا، سوف لن تكون هنالك نتائج، لدينا تجارب كثيرة يجب أن نتعلم من التجارب الآخرين. لدينا تجربة أرجنتين في 2002 عندما عملت على تخفيض العملة لم تستفاد من ذلك، ولدينا بالمقابل البرازيل في 2011 أيضا عملت على تخفيض العملة ولم تستفاد من ذلك. إذن لماذا العراق سيستفاد؟ يعني يجب أن نضع نصب عين هاتين الدولتين على الأقل حتى نستطيع أن نفهم كيف أن نتحرك. طيب دكتورة، نعم دكتورة، حتى لا أغادر هذه النقطة، يعني سياسة العراق هل يجب أن تكون انكماشية أم توسعية؟ أي الخيارين سيخدم المواطن العراقي؟ يعني هو في هذه في الأحوال احنا دائما نشير الى ان اذا كان يعني الامور غير جيدة فبالتأكيد يعني انه انت يجب ان تتحدث في الانفاق، وبالتالي يجب ان لا يكون لديك سياسة توسعية. اذا كانت لديك امور جيدة فليكن الوضع على ما هو عليه وانفق ما تريد. ولكن نحن الآن وخاصة في ظل الجائحة كورونا وفي ظل انخفاض أسعار النفط بالرغم من ارتفاعها الآن، ولكن هذا سوف لن يسد العجز في الموازنة، وبالتالي الانفاق الكبير الذي يعني حددته الوزارات المعنية بالنسب المعينة التي تتراوح كمعدل 9 إلى 10%، يعني هذه الانفاق كان يجب أن يكون أقل بكثير، ويجب أن يكون هنالك توجه للمشاريع للاستثمارات، أو يجب أن يكون هنالك مصدات نطلق عليها مصدات، أي بمعنى أيضا ذكرتموه في تقريركم يجب أن يكون هنالك برنامج حماية وبالتالي حتى الطبقات الهشة لا تتأثر، وأيضا أن تعمل على تنمية القطاع الخاص. في العراق لم يتم الأخذ بكل هذه المصدات، وبالتالي لم يتخذ قرار بتنمية هذه حتى تأتي فيما بعد لتعمل على تخفيض قيمة العملة. فبالتالي كل ما حدث هذا هو مجتمعا لأنه جميع السياسات المتخذة في هذا المجال وعدم توائمها بين المالية والنقدية أدت إلى ما نحن طيب فيه الآن. دكتورة، في مصر في عام يعني ربما إن تسعفني الذاكرة في عام 2016 أو 2017 قامت بتعويم الجنيه المصري، عملية خفض قيمة الدينار العراقي، هل كان من الأولى أن تقوم الحكومة في بغداد بتعويم الدينار؟ مسألة تعويم الدينار هل ستلحق الضرر الأكبر بالمواطن العراقي؟ وأنت أيضا يعني هنا يا أستاذ محمد أيضا أكو نقطة مهمة، يعني لو راجعنا السياسات الاقتصادية لمصر في 2016 و17 وما اتخذت من قرارات
تجد ان هنالك يعني تمام ان صحيح في بدايه الامر عندما عملوا على تعويم الجنيه ادى هنالك الى مشاكل في اول بادئ الامر، ولكن هنالك برنامج حمايه كبير جدا، وبالتالي استطاع ان يتم اسعاف يعني عدد كبير من يعني الشعب المصري في هذا المجال. هذا من جانب. من جانب اخر، الاستثمارات الموجودة في مصر أدت إلى وجود وتشغيل الأيدي العاملة. إحنا الآن لا توجد لدينا استثمارات، والوضع السياسي غير مستقر، وبالتالي الوضع الأمني كذلك غير مستقر. كل هذا أدى إلى تراجع نمو الاستثمارات، وبالتالي هذا أيضا أدى إلى أنت حتى لو تريد أن تفكر بأن تقوم باتخاذ مثل هذه القرارات سوف لن يكون مجديا، لأن أنت أساسا عندك البيئة الاستثمارية والأمنية كلها غير مستقرة. طيب. دكتورة، يعني في موضوع مزاد العملة، هل يعني ربما هل ساهم بخسارة العراق ماليا بعد تسريبات رفع الدولار قبل وقته؟ أيضا من المستفيد من ذلك؟ أكيد أكيد ساهمت كثير وبحجم كبير يعني مزاد العملة. ويعني هنا بهذا الصدد، يعني لو كان لدينا حكومة يعني تعرف كيف تتعامل مع الوضع الاقتصادي بشكل صحيح، كان يجب أن يوضع هنالك قانون حوكمة الائتمانات والائتمانات المصرفية، وكيفية أيضا التعامل مع النقد الأجنبي، وأيضا مع بيع وشراء العملة الأجنبية، وبالتالي تستطيع أن يعني أن تكون محكم على ما يحدث في داخل البلد وما يحدث في مزاد العملة. الذي حدث أنه مزاد العملة هو يعمل من جهة والدولة تعمل من جهة أخرى، وبالتالي لا يوجد هنالك انسجام بين هاتين المنظومتين، وهاتين المنظومتين عندما لا تنسجم وعندما تعمل المنظومة البيع مزاد العملة على كيفما ترى، فبالنتيجة أدت إلى خروج أموال كبيرة، وبالتالي أيضا أدى إلى وجود أنه هؤلاء الذين يطلبون الحصول على الاستثمارات، وبالتالي استخدام عملية بيع وشراء العملة بالاستفادة من هذا المجال، هو لو ترجع إلى ما هم كانوا يقوموا به لا توجد استثمارات ولا يوجد في مقابلها شيء، مجرد هو الاستفادة من بيع السعر العالي والسعر المنخفض، الاستفادة بحصول على عملة بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع، أي مضاربة، فقط مضاربة وليس الاستفادة منها. من عمان الدكتورة هدى فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، شكرا جزيلا لكم.